هذا اليوم وفي هذا الشهر المبارك شهر رمضان اللي بالمناسبة تنتمنوا باش يكون شهر خير وسلام على عاهل البلاد مولانا محمد السادس نصره الله والأسرة العلوية والشعب المغربي والأمة الإسلامية، وأن يعم السلام والأمن في أرجاء العالم. ما تفوتنيش الفرصة الإخوان باش نشكر مؤسسة الحاج ميلود الشعبي رحمه الله والأبناء ديالو المرحوم شفيق والمرحوم سيدي محمد تغمدهم الله برحمته، وتنتمناو من العالي القدير باش تكون هاد العملية صدقة جارية في أعمالهم، وهذا ليس غريبا على مؤسسة أسدت الكثير إن على المستوى المحلي والوطني وكذلك الوطن العربي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا يا مولانا تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا يا رب العالمين. كما قال الأخ السي خالد، تنطلبوا واحد الدعاء للمؤسسة ديال الحاج ميلود الشعبي رحمه الله. نسأل له يا ربي في هذا الشهر الكريم، نسأل له الرحمة والمغفرة. اللهم يا ربي هو والأبناء ديالو السي شفيق وسيدي محمد، اللهم يا ربي أسكنهم فسيح جناتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربي أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم يا ربي بالماء والثلج والبرد، ونقهم يا ربي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. شهد مركز تقوية وتنمية قدرات النساء بولاد وجيه توزيع قفة رمضان على أزيد من 200 أسرة معوزة من مختلف مناطق مدينة القنيطرة. وأشرف على انطلاق الحملة الأستاذ والفاعل الجمعوي خليد إزوار وممثل مؤسسة ميلود الشعب الخيرية وممثل السلطات المحلية. شهر من جل جلاله وسيد الرحمات، رمضان هل هلاله باليمن والبركات، شهر من جل جلاله وسيد الرحمات. رمضان أتيت يا شهر الصيام، أتيت يا شهر الغفران، يا غافر الذنب الضرار.